الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله سنحضر وصفة الشوفلور في المقلاة. إذا نحتاج إلى كمية من الشوفلور يكون مغلي في الماء، وكمية من الملح. أنا هنا لدي نصف حبة من الشوفلور أو البروكلو. هنا لدينا التوابل: ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الكسبر أو القزبر، ملعقة أو نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح، وذلك لأننا قمنا بطهيه بكمية معتبرة من الملح. أيضا نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، وهنا ملعقة صغيرة من الخميرة، خميرة الخبز. بإمكانكم أيضا استخدام الخميرة الكيميائية. كمية من الجبن، بيضة، وقطرات من الليمون، فص ثوم، ونصف حبة من البصل تكون مقطعة بهذا الشكل. نحتاج أيضا إلى ملعقتين إلى ثلاثة من الطحين أو الفرينة. نبدأ على بركة الله في الطريقة. لنحضر أولا الشوفلور، نقوم بطحنه بهذا الشكل بالشوكة فقط. إذن هذه الأكلة تصلح غالبا للنساء العاملات، فهي سريعة وذوقها جد رائع. إذن أكمل كل الكمية ثم أعود إليكم. إذن هنا كما تلاحظون أكملت، إذن أكملت كل الكمية. أقوم بوضعها في إناء، وأضيف عليها التوابل. إذن أضيف أولا ملعقة الطماطم، الكمون، الفلفل الأحمر، الكسبر، كذلك الفلفل الأسود. لا أنصحكم باستخدام الفلفل الأسود بكمية كبيرة لأنه يؤذي القولون. إذا أضيف ملعقة صغيرة من الخميرة، خميرة الخبز، وكمية الجبن. ما لديها الجبن المبشور في إمكانها استخدامه. إذا أضيف كمية البصل والثوم، كذلك هنا بالنسبة للثوم بإمكانكم استخدام الثوم بودرة. إذا هنا نستخدم عصرة من الليمون، بضع القطرات فقط. نكتفي بهذا القدر. نضيف بيضة، ونخلط كل المكونات. لديها الخردل كذلك، بإمكانكم إضافة ملعقة صغيرة من الخردل، تعطيها ذوق جميل.
إذن رائحة الليمون جد جميلة. في هذه المرحلة أضيف الطحين أو الفرينة. إذن أضيف الملعقة الأولى والثانية وأخلط مرة أخرى. إذن حسب كمية الشوفلور أضيف كمية الطحين. أضيف ملعقة أخرى إذن بعد خلط هذه المكونات أدخلها الثلاجة لمدة 10 دقائق فقط. أما إن استخدمتم الخميرة الفورية، خميرة الحلوى، ما عليكم سوى قليها مباشرة. إذن أضعها في الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم نعود. ننتقل إلى طريقة القلي، تابعوا معي. الزيت تكون ساخنة، أما النار تكون قليلة أو متوسطة. لن أقوم بقلبها، نتيجة رائعة جدا كما تلاحظون. سأقوم بفتح واحدة خفيفة جدا، إذن ساخنة قليلا. أتمنى أن تعجبكم وأن تشتركوا في القناة، ولا تنسوا لايك وكذلك تعليق يشجعني على المزيد. شكرا لكم.